بالحق انا كنت في البلاصه اللي خلقوا فيها وتزادوا فيها الوالديه، ولكن هادشي ماشي بوحدو يهتمني. انا بشكل عام تنقلب على الثقافه المغربيه، الموسيقى، الفن، يعطيوني بزاف الانسبيريشن، الاغاني القديمه ديال المغرب، صوت النساء، صوت ديال موسيقى ديال الاطلس بحال دابا، والفن المغربي يهتمني بزاف. هنايا انا كبرت على معوضة جداتي، وهي هدرت على الحياه مشتركه، كانت عايشه مزيان مع الجيران. طبعا كانوا مشاكل ديما، انا مش نايف، ولكن مقارنة comparing to our life in the Middle East سي ريان. ونقدروا نتعلموا من تاريخ ديال المغرب بزاف لحياتنا في المستقبل، ماشي غير على الماضي تنهدر أوسي على المستقبل ديالي، وعلى كيفاش بغيت ولدي يكبر وكيفاش بغيته يفكر. علاش لا؟ حيت هو جدور ديالو في المغربي، وعلاش لا؟ علاش ما يزيد في الحياة ديالو، يكون غني، يكون عنده ثقافة غربية وشرقية وكل شيء اللي بغى يختار هو. انا ماشي ساكنه هنايا، دونك انا ما كنعرف العلاقات هنايا بزاف بين اليهود والمسلمين، ولكن بشكل عام انا بالنسبه ليا تنفكر عن طريق الفن، عن طريق الهدره واللغه و كل شيء نقدر نحله. وبيان سو حنا ماشي بوليتيشنز، وما ماشي ما عندناش بزاف بيدينا باش نعملو، ولكن كل واحد يقدر يعمل مع راسه باش يقدم التعايش والحياة مشتركة بيناتنا.